نمستي، أنا غادة المراكبي. في حلقة النهاردة إحنا هنركز على منطقتين، منطقة الحوض ومنطقة الرجل، لأن دول من ضمن الحاجات اللي بتضعف كتير قوي، فدايما في اليوجا العلاجية بنحب نركز عليهم جدا. أول تمرين هنعمله حط إزازتين مية، ممكن نبقى عندنا دايما حاجة في المطبخ، كليمة، يوجا مات، أي حاجة نحطها واحنا مستنيين الحاجة، الأكل بيخلص واحنا في المكتب واحنا في أي حتة نقدر ان احنا نعمل التمرين ده. أكيد كلنا بنبقى معانا أزايز مية أو في أزايز مية حوالينا. أول تمرين هرفع رجلي عشان نفتح الكتف ونشغله معايا، هحط إيدي صابع إيدي بصة لقدام واخدها خطوة كبيرة لورا عشان دي تساعدني ان انا اعمل سبورت ان القفص الصدري يفضل مفتوح، لان لو انا حطيت هنا ممكن ادور ظهري، احنا عايزين ظهري يبقى مفتوح. في ناس عندها كتير العضلات الخلفيه الهامسترينجز تبقى قصيره، ممكن اجيب بلوك يوجا، ممكن اجيب شلته، ممكن اجيب اي حاجه واقعد عليها، فدي هتسهل شويه ان احنا كل ما بنرفع عن الارض تسهل ان احنا نفرد الرجل. واول تمرين هبتدي اخد نفس، اتفقنا النفس داخل وطالع من المناخير، انهي طالع. كل ما باخد مشط رجلي عليا وزق كعبي بشغل كمان العضلات الاماميه، فكان حاسس ان كاني بعمل ستريتش للعضله الخلفيه وبقوي معايا العضله الاماميه. كل ما بقوي العضله الاماميه او العضله الرباعيه بيقولوا عليها، كل ما هتحمي الركب بتاعتي. وبعدين بعد ما اعمل 10 و10 ممكن كمان ابتدي اخد اعمل الاثنين مع بعض، هعمل انهيل اسند على ايدي ورا وافتح الكتف، اكسهيل انزل. حس على طول زي ما بنقول ابتدت العضله تشتغل، ابتدت كانها ابتدت تحرق شويه، بس عايز اعمل لهم بقى ستريتش. هاتني الركبه الشمال وانزلها على الجنب واخد الركبه اليمين هنا وهبص لها وابتدي اروح لها. في ناس مرونتها مش جامده ممكن ابقى هنا كفايه قوي، اهم حاجه دايما مشط رجلي عليا وزق كعبي بعيد واخد اطلع لقدام بالقفص الصدري، ما بطلعش برقبتي زي ما اتفقنا، دايما الدقن لورا ودني فوق كده. في نفس الوقت كل ما انا فارده ظهري هحس ان انا بعمل ستريتش شويه للور باك، للظهر من تحت يمين وشمال. بعدين انهيل هرجع هاتني دي وهفرد دي للجنب وانزلها هنا وابص لها، وتاني مشط رجلي عليا وكعبي بعيد، هاخد نفس وهوطي من الهيب روح لقدام او دقني عليا. دول حركتين حلوين قوي قوي للرجل، منهم تقويه ومنهم ستريتش، بيقوي العضلات وفي نفس الوقت بيطول العضله لما بنعمل لها ستريتشنج وبيريليس اي تعب من كتر الوقفه. ان شاء الله تكون عجبتكم ونعمل استمتاع.